بلا حديث أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. ويمكن أن شيخ الإسلام يقول إن ذلك جنس العمل ليس بمؤمن، ويقول إن العمل شرط كمال لا شرط صحة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ومغالطة. الذي لم يعمل خيرا قط باختياره، باختياره ترك العمل باختياره، هذا ليس بمؤمن. أما الذي ترك العمل لأنه لم يتمكن، أسلم ثم مات على طول أو قتل ولا تمكن من العمل، هذا هو الذي يخرج من النار يوم القيامة. نعم. أما إنسان تمكن من العمل وتركه رغبة عنه، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يترك الزنا ولا شرب الخمر، هذا تقول أنه مؤمن؟ هم مؤمن هذا. نعم.